النهارده عندنا اكله كوارع فظيعه، كوارع المسلوقه، وطبعا مش هقعد اسلق بقى طول الحلقه في الكوارع، هتاخد فتره اطول شويه. عندي هنا بصل وتوم وسمن، عصير طماطم، رز ابيض عادي خالص، جزر وبصل وطماطم ومحبه مستكه، فصين مستكه بالظبط. انا عندي طاسه مفيهاش اي حاجه، هجيب بس فصين مستكه كده، معلقه زيت واحده. هي المستكه يمكن غاليه دلوقتي، انما كان زمان المستكه مش غاليه كده، وكان كل اكلنا زمان بالمستكه ده، يعني كان زمان اي حد يعمل اكل وخايف من ريحه زفرته يحط فص المستكه. فانا بخليها كده شويه، وهنا الميه بتغلي اهي، اروح عامله لها ايه؟ حاطه لها جزر، حتتين ثلاثة جزر كده، وحاطه لها بصله وطماطمايه، كل الحاجات دي بتشيل من الزفاره. نقطع حتت كبيره كده ماشي، وشويه فلفل اسود بقى، وهنا ممكن شويه فلفل اسود كمان عليها كده، وسنه ملح صغيره خالص، واخلي دول يغلوا شويه يدوا طعم كده وريحه للمرقه اللي هتنزل فيها الكوارع. صلصه فته، اللي هي ايه عباره عن صلصه الفته دي؟ عباره عن ايه؟ سمنه وتوم وخل وعصير طماطم. نعمل الطشه وننزل فيها عصير الطماطم ونسيبه يتثبت. بص معلقه سمنه كده، بص شويه ملح كده على الايه، على التوم، ويتحمر التوم هنزل عليها طشه الايه، الخل. وادي بص كده التوم وطشها بالخل، هنزل عليها عصير الطماطم واسيبها تتسبك. الطاجن اهو يا دوبك حطيت فيه شويه رز الابيض دول من تحت كده، وبقيت ارص عليه الكوارع ماشي. بعضمها زي ما بتوع زمان كانوا بيحبوها كده. انا هنا الصلصه خلاص، اروح حطها بقى كده على الكوارع، وهي هتنزل منها على الرز في الفرن بقى ماشي.